إدارك باغي تتحصل على أكثر من 5000 دينار يوميا، وزيد تتحصل على هدايا من بينها حاسوب ولا تليفون ولا حتى ساعة ذكية، تبع هذا الفيديو التالي وما تنساش تشترك في قناتكم قناة تكنومان. يلا نبدأ. المنصة تاع اليوم هي منصة جزائرية اسمها كيليكس. هذه كيليكس توفر لك فرصة أنك تحقق معاهم أرباح بطرق مختلفة، راح نشاركها معكم اليوم عن طريق أنك تحط اشتراك، يعني انفستي معهم ولا دير اشتراك بسعر يقدر ب 280 ألف، يعني تانفستي معهم 280 ألف مدى الحياة وتحصل على أرباح عن طريق تنفيذ المهام. تبعوني مليح باش نفهمكم. أول حاجة شنو نديرو، نروحو نسجلو في هذه المنصة، ندركو على تسجيل حساب جديد ثم ننشئ الحساب الخاص بنا. ملاحظة، المنصة هذه عندها تطبيق خاص بهم تقدروا تستعملوه في الهاتف وتستعملوه بكل سهولة. الآن واش دير؟ هنا دير الاسم تاعك، اللقب تاعك، البريد تاعك، دير اسم مستخدم اللي غادي تدخل به، كلمة المرور، تعاود كلمة المرور، تكتب هذا الكود ودير إنشاء حساب. واش راح ندير؟ راح ننشأ حساب وندخلو في رحبة ونبدأ. إذا مباشرة بعد تسجيل الحساب تخرج لك هذه الواجهة اللي راكم تشوفوا فيها هنايا. أول حاجة نديروها أننا لازم نديروا الإيداع تاعنا باش نقدروا أننا نبداو ننفذوا في المهام ونحققوا في الأرباح. كيفاش؟ نروحوا هنا برك إيداع، الآن نلقاو طرق إيداع مختلفة من بينها البريد موب وبريد الجزائر ولا السي سي بي اللي احنا كامل لي زالجيريان نحوسوا عليه. واش نديروا؟ تقدر تستثمر أو تودع أيضا عن طريق اليو اس دي تي. خلينا نقول مثلا حاب تودع عن طريق السي سي بي، تضرب برك على ايداع الان، يقول لك حد الايداع 280 الف والرسوم 100 دينار. يعني هنايا كي غادي تروح تفيرسي ودير الريسي تاعهم، نقولوا حنايا 280 الف حاب تودع، دير عرض. الان واش تجيك؟ تجيك هذه الواجهه يقول لك تودع 290 الف توتال اللي هي برسوم الايداع الى اخره، تدرك هنا تاكيد الايداع. ثم واش دير؟ راح هنا تلقى اسم الانسان اللي راح تفيرسي له والنيميرو سي سي بي تاعو كما راكم تشوفوا، تفيرسي فيه 290 الف ودير وصل الايداع تاعك هنايا وتدرك على ادفع الان. انا راني ديجا فيرسيت له، واش راح ندير؟ راح نحط الريسي تاعي هنايا ونرجع لكم. ملاحظه قبل ما نودع، نوريكم طرق الايداع الاخرى. كاين ايضا البريد موب، ثاني نفس الشيء، دير 280 الف تاعك، دير عرض، دير تاكيد الايداع. واش راح تصرى؟ انه راح تلقى الريب تاعو، ها هو، لا تفرسي فيه 290 ألف، تحط إثبات الوصل اللي يوصلك كي تدير ولا كي ترسل دراهم، ثم تضغط على إدفع الآن. ولا أيضا تقدر إذا عندك اليو اس دي تي تودع عن طريق اليو اس دي تي، تحط 280 ألف تاعك اللي حاب تودعها. ثم واش تدير؟ يقول لك 290 ألف، وهنا يقول لك كم يجب أن تدفع باليو اس دي تي، يجب أن تدفع 12.6 يو اس دي تي، دير تأكيد الإيداع، يعطيك المحفظة تاعو. واش دير؟ تودع فيها 12.6 يو اس دي تي، كي تكمل وتودع راح يعطوك رقم العملية يسموه تي اكس اي دي، تحطها هنا وتضرب ادفع الان. راح نحط الايداع تاعي الريسي تاعي ونرجع لكم. اذا كما راكم تشوفوا خاوتي، راني درت الايداع تاعي عن طريق البريد موب، فيرسيت له 290 الف تاعو، وراهي الان في قيد الانتظار. لما نلقاها مكتملة ويأكدوا لي الايداع تاعي، نقدر اني نروح للاشتراك، نفعل الاشتراك تاعي 280 ألف. ننتظر كي أكدوا لي الإيداع، راني نرجع لكم. إذا بعد مدة من الزمن، واحد نصف ساعة ولا، راهم أكتيفاو لنا الإيداع تاعنا. واش نجمو نديرو؟ نروحو للاشتراك ثم نشتركو 2800 دينار. علاه؟ قبل ما نشترك نوريكم الرئيسية، تشوفوا باللي الرصيد اللي أودعناه هو 2800 دينار، لكن الاشتراك مازال ما تفعلش. فاش نديرو؟ نروحو اشتراك، اشتراك، ثم تفعيل الاشتراك الخاص بنا كما راكم تشوفوا، تفعل الاشتراك الخاص بنا. الان تقول لي انا بعد ما اشتركت بهاد 280 ألف، كي حطيت 280 ألف وراه الفايده تاعي واش نقدر نربح وما هي طرق الربح المتوفره؟ شوف اخي العزيز، تروح هنايا الان بعد ما تشترك تروح للعروض والمهام، تفعل لك هادو زوج، تدخل في الاولى. كي راح تدخل في الاولى راح تخرج لك مجموعه مهام، دوك نشوفوهم في رحبه يخابرك. اذا كما راكم تشوفوا بعد ما ندخلوا في العروض والمهام، راح تخرج لنا مجموعه كبيره من العروض. يعني من هذه العروض لو كان نجيو نشوفوا حقيقه، نعطيكم مثال، هذه العروض يجوا على الايفون ولا الاندرويد. اذا كان عندك بي سي وتليفون دير هنايا، اذا كان عندك بي سي برك هنا، اذا ايفون هنا، اذا اندرويد هنا. ديروا مثلا عندك اندرويد، يخرج لك هذه العفسه اللي تشوفيها هنا. هنا واش يقول لك؟ نعطيك مثال،
هنا مثلا هذه ولا هذه ولا اي وحده فيكم راكم تشوفوا، هذو كلها مبالغ بالدينار راكم تشوفوا، تلاقي نقاط، النقاط تحولوا الى دينار، قد تخرج ب 2000 دينار 3000 4000 دينار يوميا عادي جدا. مثلا هنايا يقول لك هذه لو كان مثلا طلع هذه اللعبه تيليشارجيها، تدخل هنايا فيها ثم تعمل ترسلها لروحك لك التليفون تخرج لك تحملها، لو لما توصل مثلا للعلو، هذه تاع العلو، هذه لعبه تاع العلو تقعد تلعب فيها، توصل للعلو 100 تدي هذا ان دينار، توصل العلو 150 تدي 5 دينار، توصل العلو 400 تدي دي دينار، توصل العلو 1000 تدي 57000، توصل العلو 2000 تدي 77000، توصل العلو 4000 تدي 260000، يعني قادر في نهار تقصر غير على هذه اللعبه تدخل منها 300 400 تريكيبيري راس مالك وبالفائده، يعني هاي 400 قادر تدخلها من لعبه واحده فقط كما راكم تشوفوا. نفس الشيء بالنسبه لهذه اللعبه، عندك تحملها وعندك راك تلعب، توصل 100 متر عندك 4 دينار اللي هي 100 دور، توصل 200 متر عندك قريب 1000 فرانك، توصل 400 متر عندك 7000 ونص، توصل 1200 متر تدي 22000، 5000 متر تدي 60000، 10000 متر تدي 300000، يعني دو جو تقصر عليهم تدخل 700000 800000 النهار عادي عن طريق تنفيذ هذه المهام. الان هذه طريقه، يعني هذه طريقه، هذه نفس الشيء، هذه جو نفس الشيء، هذه جو نفس الشيء، مجموعه العاب رهيبه جدا تلعبها وتقصر عليها تستمتع وما طول تدخل ارباح. هذه الطريقة الأولى اللي قادر تحقق منها الربح عن طريق تنفيذ المهام، تروح هنا العروض المهام تدخل فيهم وتبدأ تنفذ فيهم وتحقق في الأرباح. الآن الطريقة اللي أنا ننصحكم بها واللي قادر يعني تحققوا بها مبالغ جيدة اللي هي عن طريق الإحالات، كل واحد فيكم عنده رابط إحالة خاص به. المنصة هذه واش تقول لك؟ منصة كيليكس واش تقول لك؟ تقول لك أنه الإحالات تاعك كل ما تجيب واحد يسجل معك عندك 150000. يعني جبت واحد دار ايداع بدا ينفذ في العروض عندك 150000، ثم تجيب زوج في النهار عندك 300000، زوج الولا تاعك راك في الكيبيري راس مالك وراك في الفايده عن طريق الاحالات. تخيل يوميا تجيب غير زوج ولا ثلاثه يوميا يسجلوا ويحبوا ينفذوا المهام يحبوا يخدموا كيفك، راك تدخل 300 400000 بدون مهام يعني يوميا. فننصحكم انه تخدموا على الاحاله. المنصه تعطيك مكافآت تسمى بمكافآت المستوى لما تبدأ تجيب في الناس يستثمروا ولا تجيب في الناس يفعلوا في الباقات تاعهم في المنصة. واش تقول لك؟ لو كان تجيب 10 تاع الناس يفعلوا الحسابات تاعهم ويشتركوا في المنصة عندك توصل لمستوى واحد وتتحصل على ساعة ذكية. لو كان توصل إلى 20 واحد يفعل قادر تدي هاتف ذكي، ولو كان توصل إلى 30 واحد يفعل قادر تدي حاسوب محمول، بشرط أنه المنصة تقول لك عندك اختيار واحد فقط، يعني تختار يا ساعة يا هاتف ذكي يا حاسوب محمول، يا تقارع كي توصل 10 تدي ساعة، ولا تزيد تصبر توصل 20 تدي هاتف ذكي، ولا تزيد تصبر توصل 30 تدي حاسوب محمول، يعني هدايا بالإضافة إلى كل الأرباح اللي تحققها، يعني روعة بزاف. الآن لنقل أنك بديت تحقق في الأرباح، سيبهم بديت تنفذ في المهام وحققت مجموعة من الأرباح حاب تسحبها، واش دير؟ تروح برك إلى سحب الآن، ثم تختار تسحب عن طريق السي سي بي ولا البريدي موب اللي هي طرق جزائريه 100% واللي تساعدكم كامل على بالي بها. لنقل الحد الادنى للسحب هو 300، يعني قادر زوج احالات دخل 300 تسحب درهمك عادي جدا من النهار الاول. الرسوم يدو معك 14000، وقت المعالجه يعني درهمك يدخلك من نهار 3 ايام. دير سحب الان، تحط المبلغ اللي حاب تسحبه، لنقل مثلا 5000 دينار، دير تاكيد. هنا يقول لك ما عندكش درهم، لما دير تاكيد يقول لك حط البريد ايميل بتاعك، ولا كتب السي سي بي يقول لك دير السي سي بي تاعك، نهار حتى 3 ايام الارباح تاعك راه في الحساب تاعك. منصه موثوقه ومنصه ما شاء الله ننصحكم كامل بها. ان شاء الله تكونوا استفدتم من الفيديو تاع اليوم وبالتوفيق للجميع.